إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. أما بعد، الإيمان عمار للدارين، الإيمان أعظم مشروع في حياة الإنسان. قد يخسر الإنسان مشروعا معينا يجتهد في تحقيق أسباب النجاح، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فيجتهد مرة أخرى في مشروع آخر متوكلا على الله، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما الخسارة في مشروع الإيمان، ذلك هو التباب والخسران، لأننا نملك حياة واحدة في هذه الدنيا، فحينما نودعها لا أمل في الرجوع إلى دار الدنيا، فالدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. وقد أنبأنا الله عز وجل في وحيه الطاهر أننا إلى ذلك المصير عاجلاً أو آجلاً. قال ربنا في آي القرآن: ولكل أجل كتاب. وقال في آي القرآن: ولنبلونكم، في هذه الحياة بعدما علمنا بأن الأجل محتوم وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أخبرنا بأننا سيبتلينا بما يشاء في هذه الدنيا، ويبتلين كما شاء، ويبتلين متى شاء، كما في سورة البقرة في الآيتين 155-156: ولنبلونكم بشيء من الخوف. وقد عشنا الخوف مع الوباء الذي تعلمون، هذا شيء من الخوف. وعلى المستوى الفردي كل منا يعيش شيئا من الخوف على نفسه أو ماله أو رزقه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا نملك إلا حياة واحدة، ولكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أنعم الله علينا من نعمه ما لا نحصي عددا، من نعم النفع ومن نعم الدفع. منحنا مقومات الحياة من هواء وماء وغذاء وكساء وإيواء ودواء، وأرسل إلينا النبيين والمرسلين
وأرسل إلينا خاتمهم صلى الله عليه وسلم مع الوحي الطاهر الذي يعلمنا بأن الوحي يحمل شريعة ضابطة لحركة الإنسان في جميع مناحي الحياة، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، في مجال الاقتصاد، في مجال العلوم والمعارف، في جميع المجالات، كما في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وفي الآية 9 من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي سورة الجن في الآيتين الأولى والثانية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الإيمان هو الذي يعمر الدارين، الأولى الدنيا والثانية الآخرة، بدليل قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن ديننا، إسلامنا، إيماننا يدفعنا إلى عمار الدنيا والآخرة، ونحن مسؤولون على عمار الدنيا من خلال العمل بعد الطاعات والقربات والباقيات الصالحات، نعمر هذه الدنيا وتنتشر هممنا في الحياة، وكل ميسر لما خلق له. هناك من يعمل في مجال الزراعة، وآخرون في مجال الصناعة، وآخرون في مجال العمران، وآخرون في مجال العلوم والمعارف، وآخرون في مجال الفلك، وآخرون في مجال الجيولوجيا وطبقات الأرض وعلوم البحار. تنتشر هممنا وتتكامل جهودنا. ربنا قال في سورة الحجرات: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم وضع معيارا عادلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعمل إذن مطلوب، وهو في الوقت نفسه من ثمرات الإيمان. ربنا قال في أي القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الله يخاطب المؤمنين ويدعوهم إلى تثبيت الإيمان، إلى تقوية الإيمان، إلى الاستزادة من الإيمان. كلما زاد الإيمان في قلوب الناس كلما تحقق العمار في الدنيا تمهيداً للعمار في الآخرة. أستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. وشجرة الإيمان إذا غرست في القلوب ستثمر. نحن نعلم في دار الدنيا أن أنواع الأشجار وأنواع الغلات وأنواع الثمرات. شجرة الزيتون تعطينا زيتوناً، شجرة النخيل تعطينا تمراً، وهكذا. وشجرة الإيمان إذا قمنا بغرسها في قلوبنا وتعهدناها بمقويات الإيمان، بمغذيات الإيمان، من النظر في كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبراً، من المحافظة على الطاعات والقربات، من أداء الواجبات، فكلنا نحمل واجبات على كواهلنا، ولا يمكن أن نحقق البراءة أمام الله إلا إذا أدينا ما علينا من الواجبات. فإذا قمنا بغرس هذه الشجرة في قلوبنا ستثمر، وثمرات الإيمان لا نحصيها. منها الثمرة الأولى السكينة، السكينة التي يبحث عنها الناس
في دار الدنيا. صدقوني إخواني الكرام، السكينة حينما تملأ القلوب تتحقق السعادة، والسكينة ثمرة من ثمرات الإيمان بدليل قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. هذه ثمرة كبرى من ثمرات شجرة الإيمان، السكينة، الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والثمرة الثانية هي الأخوة التي تجمعنا. إذا كانت الأخوة قوية متينة فيما بيننا، نبني، نعمر، نتعاون، نبني حضارة، والبشرية تنتظر الأمة لتعود إلى مركز الصدارة التي فقدتها منذ مدة طويلة، وهي الأولى بذلك لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه الأخوة التي نحن في أمس الحاجة إليها. أسباب الدمار للأخوة كثيرة جدا، هناك مخابر تعمل ليل نهار لتنتج عوامل الدمار، فلننتبه ولنحذر. لذلك ربنا قال: إنما المؤمنون إخوة. هذا الرباط الذي ينفعنا في الدنيا وينفعنا في الآخرة، هذه ثمرة من ثمرة الإيمان، الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. من ثمرات شجرة الإيمان أيضا الرجولة، هذه التي نتشوق إليها، وقد ذكرت في القرآن كثيرا في مثل قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، في مثل قوله تعالى: الرجال، لم يقل الذكور، الرجال قوامون على النساء، في مثل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن من ثمرات شجرة الإيمان الرجولة، من المؤمنين رجال. من ثمرات الإيمان أيضا العمل الصالح، الناس كلهم يعملون، يخرجون من بيوتهم فيعملون، ولكن هناك من وفقه الله إلى العمل الصالح، وهناك من ندعو له بالهداية السريعة. ربنا قال في الآية 110 من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه، المؤمنون هم الذين يرجون لقاء ربهم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من ثمرات الإيمان العمل الصالح. لذلك قال ربنا في سورة التوبة في الآية 105، قال: وقل اعملوا خدمة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أول من تعرض عليه الأعمال هو الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن ثمرات الإيمان نختم بها الاستعداد للآخرة، هذه الرحلة الخالدة التي تنتظرنا جميعاً. الموت ليس نهاية، الوفاة ليست نهاية، بل هي البداية، هي بداية لحياة الخلود. الموت حدث سنعيشه جميعاً، الموت انتقال من وجود إلى وجود، ولكن انتقال من وجود زائل إلى وجود دائم، إلى دار القرار. لذلك ربنا عز وجل أنبأنا في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء الآية 281 من سورة البقرة، حيث يقول ربنا جل جلاله: واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. سنعود إلى الله حتماً، كل ما عليها فان. لذلك لابد أن نحضر الزاد
الذي ينفعنا في دار القرار في حياة الخلود. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم الهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. اللهم اجزِ خير الجزاء جميع المحسنين والمحسنات. اللهم بارك لهم في إيمانهم، اللهم بارك لهم في تقواهم، اللهم بارك لهم في أهليهم، اللهم بارك لهم في صحتهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم. اللهم افتح لهم جميعا أبواب رحمتك. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا استووا واستقيموا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.